استاذنا الفاضل علمنا بأن لك قصيدة رثاء للأستاذ الراحل محمود مصطفى رحمه الله، فممكن تعطينا عنها نبذة؟ هو الأستاذ محمود فعلا تأثرنا به، وكان من تأثر أننا سلكنا طريق في التدريس في مادة الرياضيات لأن كنا متأثرين به، مشينا مع على خطواته على إثر خطواته فعلا، وأثر فينا ولله الحمد أن الأستاذ محمود بقي عندي في قلبي كما عرفته من أول يوم إلى آخر يوم في من حياته، وأفخر بأن كرر لي أكثر من مرة: يا سعد إني عنك راضي، قالها أكثر من مرة خاصة في مرض وفاته، والحمد لله وقف بجانبه ابنه الذي يسكن بالجلفة الآن، وكنت أحد التلاميذ اللي وقفوا بجانبه، وكنت مع الشاعر الزميل والصديق الأخ عبد الرحمن مبارك، كنا نزوره دائما، وأيضا الأستاذ أحمد السعيد عبد الرحمن. هذه قصيدة قلتها في بعد وفاته، قلت: وشمس الربيع تضاحكنا، وعزف القلوب دليل المسار، وموج الحياة يتيه بنا، نلف يمينا وحينا يسار، عرفناه والبحر يجرفنا، فعلمنا كيف نطوي البحار، عرفناه حين بدأنا الخطى، فشد خطانا لخوض الغمار، عرفناه فجرا يزيح الكرى عن الأعين الناعسات الصغار، وها هو محمود ودعنا، وفي العين دمع وفي القلب نار، غريبا يصاحب وحدته طوال الليالي وكر النهار، صبورا يصارع آلامه وقد تعجز الراسيات الكبار، بمحض الإرادة جاورنا فحزنا من النيل أغلى جوار، وآثر مسعد قلب صفى فأرض الكنانة منها تغار، إلى خير دار يغادرنا ويسعى كريما إلى خير جار. الله يرحمه، رحمه الله إن شاء الله. هذا وفاء، هذا الوفاء التلميذ لأستاذه. الحمد لله أن وفقني ربي إلى هذا، وفي وهي بالنسبة لي قليلة في محمود، أنا مشاعري نحوه فعلا مشاعر كبيرة، وهذا الكلام الذي قلت قليل فيه، وإن كان ممكن يخالفني الرأي الكثير من